بره حضن أمه أقلق. وعشان كده السيد المسيح يدينا الصورة الكاملة للتوبة. هو الناس تعيط، هو يقوم الشخص يرجع الكنيسة. هي دي، هي دي التوبة. زي الابن الضال كده، الأب بيعيط، الكورة البعيدة يحصل فيها مجاعة، ده شغل ربنا، الولد يرجع أبوه ياخده يدخله البيت. يدخله البيت ده يعني الكنيسة. اكتمال التوبة هي الدخول لحضن الكنيسة، حضن الآب المفتوح. من هنا يا أحبائي إحنا دورنا إن إحنا نصلي ونقول له يا رب ترأف على كل من هو بعيد. يا ما في ناس إحنا مش القدرات البشرية العادية والافتقاد والكلام مش بيأثر فيهم، وزي ما يكونوا أخدوا موقف أو بقى نظام حياتهم كده ستايل غريب عن المسيح، بقى ستايل عالمي قوي وشهواني قوي ومادي قوي. هم دول الأموات، لكن كلنا أرجاء إن ابني هذا حتى ولو كان ميتا سيعيش. ولكن ترأف يا رب على أولادك دول وتعالى إلمس النعش. ربنا يقول حاضر، بس أنا لما هقومه هزقه لأمه. يا رب تتلقى فوق، يحسن لما يجي يخش لأمه تنفروه. هل ده ممكن يكون بيحصل؟ آه ممكن. يبقى الخادم يا عيني تعبان مع ولد جدا على ما يجيبه الكنيسة، ومجرد ما يجي الكنيسة لأن شكله لا يليق أو شعره لسه ما تظبطش، لبسه لسه مش تمام، أو هي لسه الميك اب زي بتاع العالم والنظام والشكل كده مش واخدين عليه، نظراتنا لوحدها تطفشها من حضن أمها، وتبقى الخادمة بالعافية جابتها، ولا الخادم بالعافية جابه بعد ما رميت لمس النعش وجايبه بقى على حضن أمه. نيجي احنا عند حضن أمه ونقوله لا مش عايزينك، يا ويلنا ساعتها. فإحنا لينا دورين، دور الصلاة ودور الترحيب في الكنيسة، وربنا عليه الجزء الأعظم والأصعب، وهو أنه يلمس النعش ويقول له لك أقول قم واجلس وتكلم.